انطلقت في محافظة جدة الثلاثاء الماضي أضخم مسابقة هاكاثون في الشرق الأوسط بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز تحت مسمى هاكاثون الحج، وذلك بحضور وتشريف المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السبراني سعود القحطاني. فعالية هاكاثون الحج هي إن شاء الله بإذن الله تعتبر الأبرز والأميز والأكثر تحضيرا وتجهيزا على مستوى الشرق الأوسط. نسعى من خلالها إلى صنع تطبيقات تحسن من تجربة الحجيج. طبعا الحج يعني يحضر جنسيات من جميع أنحاء العالم، وهذا الهدف. احنا حتى عندنا المشاركين الحمد لله تجاوز اكثر من 100 جنسيه مشاركه معنا في هذا الحدث، والهدف باذن الله طالما التقنيه الان اصبحت جزء من حياتنا اليوميه فالهدف ان شاء الله نخرج بتطبيقات تساهم في تحسين تجربه الحج باذن الله. لاول مره اشهد حدث مثل هذا الحدث يقدم عدة أهداف في وقت واحد. أولاً تقديم مشاريع لخدمة موسم مهم جداً تنظم المملكة العربية السعودية وموسم الحج بمشاركة تقنيين من مختلف دول العالم، من 50 دولة بالآلاف. أيضاً احتكاك التقنيين السعوديين بنظرائهم من دول أخرى يعتبرون يعني متميزين ومحترفين في هذا المجال. وأيضاً الحدث في مثل العصف الذهني، وهذه الأحداث تغيب عن الشرق الأوسط أنه مشاركة آلاف يشاركون بمثل العصف الذهني لخروج بأفكار غير تقليدية. أعتقد هذا الحدث والله فخر للمملكة العربية السعودية، ويشكر من فكر به، ويشكر من نظم، ويشكر من قام عليه. ويأتي تنظيم هذا الحدث الضخم الذي استمر 3 أيام وبمشاركة آلاف المطورين من الجنسين ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة كل عام في خدمة ضيوف الرحمن واغتناما للمواهب التقنية الشابة التي تبرز ضمنها مشاركة المبرمجين في استكشاف وتطوير تقنيات مواسم الحج. طبعا في مجالات كثيرة يعني ممكن صناعة تطبيقات تخدمها، عندك مثلا التغذية، عندك مثلا الصحة العامة، عندك مثلا إدارة الحشود وحركة المرور، النقل والمواصلات، أمور كثيرة صراحة، مجالات مفتوحة لكل المشاركين أنهم يصنعوا فيها تطبيقات تحسن هذه المجالات والمسارات. زي ما من مئات السنين المملكة العربية السعودية كانت بتقوم بهذا الواجب التاريخي الهام، دلوقتي العصر اتغير فهي بتقوم بنفس الواجب ولكن بالطرق بتاعت العصر. يعني كان من مئات السنين كانت سقاية الحج، تأمين الحج، دلوقتي لازم في الاب او الابليكيشن او التطبيق اللي هو يخلي الحجاج شعيرتهم أأمن، يقدروا ان هم يعملوا الحج بتاعهم بشكل واضح، بشكل في معلومات كتيرة. اللي بتعمله المملكة العربية السعودية النهاردة انها حاطة ايدها على المستقبل، وهو على فكرة ما بقاش مستقبل قوي، هو بقى حاضر في بلاد كثيرة. المجد كله للمبرمجين، واهم شيء في العالم دلوقتي المبرمج، ان تبحث عن مبرمج عبقري شاب أو كبير في السن أو طفل، ولكن يستطيع أنه في النهاية يقدم لك شيء محترم. كما يأتي تنظيم هذا الحدث المهم في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية، ما يصب في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. حج هاكاثون محفل كبير يحضر فيه أكثر من 2000 شخص من جميع أنحاء العالم للمشاركة في إعطاء فعاليات وإيجاد حلول تقنية تساعد على إيجاد حلول لبرامج الحج المتقدمة، طبعا بمساهمة وتنفيذ لخطة دولة 2030. نحاول أن نستقطب جميع الأفكار الإبداعية من أبناء العالم الإسلامي كله والعالمي للمشاركة في إيجاد حلول تساعدنا. ونحن في تموين خطوط السعودية مشاركين كرعاة
في هذا البرنامج نريد أن نستفيد من هذا المحفل في إيجاد حلول تقنية تساعدنا في تمويل السعودية في الانطلاق لتطبيق رؤية المملكة 2030. نحن نقدم وجبات لحجاج ضيوف الرحمن كسابقة لنا لتقديم هذه الوجبات كذلك على الطائرات، بالإضافة إلى خدمات الضيافة، بالإضافة إلى خدمات الهوسبيتاليتي، بالإضافة إلى أنشأنا قطاع خاص اسمه الحج والعمرة لتطبيق هذه البرامج. والحمد لله هذا العام دخلنا في السوق بقوة لطرح هذه الأفكار الإبداعية الجديدة. نريد أن نقلل من الهدر، نريد أن نزيد من الإنتاجية، نريد أن نقلل من استهلاك المواد الأولية بحيث تقدم للحاج تقنية عالية في تقديم هذه الوجبات نستطيع أن نضاهي بها جميع دول العالم. بالنسبة لرؤية 2030، احنا واحد من الأهداف أنه نصل إلى 30 مليون حاج ومعتمر وزائر للحرمين الشريفين. فالهاكاثون بالتطور التقني بيسهل تنظيم وإدارة وخدمة الحجيج عن طريق الأفكار والإبداعات اللي راح تطرح بإذن الله تعالى في هذا الهاكاثون. نتأمل بإذن الله تعالى أني كمشترك وكفريق بإذن الله تعالى أننا نكون أحد الفائزين، ونقدر نخدم البلد أولا ثم نخدم الحجيج بحول الله تعالى بتوفير حلول تقنية رائدة ورائعة في خدمة الحج. يعني احنا اليوم كل ما نشاهده حولنا هو من 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 من, من أهداف الرؤية ومن نتاجها الأولي. يعني لا زلنا في ثاني سنة احنا في مرحلة التحول الوطني ثم الرؤية هي الانتقال للمملكة اقتصاديا، سياسيا، تقنيا، اجتماعيا الى مصاف الدول المتقدمه، ولسنا اقل منهم احنا من دول ال20. هذا الاحتكاك اليوم اجتماعي، تقني، اقتصادي، تعريف شباب عباقره يشاركون في مجالات كثيره تقنيه من حول العالم، عباقره في مجالهم، اليوم يجون يشوفون المملكه على حقيقتها لا ما يسمعون، يعرفون ايش تحتاج هذه المنطقه بهذه البقعه من العالم المهمه. لذلك هذا الحدث نتمنى انه كل شهر نشاهد مثله في مختلف المجالات. وفي لمحة سريعة عن الهاكاثون، دعونا نتوقف قليلا عند هذا المصطلح هاكاثون، وهو عبارة عن مصطلح منحوت من كلمتي هاك وماراثون، إذ تعني كلمة هاك أحد أنواع البرمجة وهي البرمجة الاستكشافية، والمقصود بهذا المعنى في مصطلح هاكاثون. أما كلمة ماراثون فتعني نوعا من أنواع سباقات الجري لمسافات طويلة، في إشارة للجانب التنافسي الذي يتضمنه الهاكاثون، حيث يتنافس المبرمجون والمطورون لتطوير المشاريع التقنية. وبعبارة أخرى نستطيع القول أن الهاكاثون هو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات والمشاركة بشكل مكثف في تطوير مشاريع برمجية، بعضها لأغراض تعليمية أو اجتماعية أو خاصة بالتصميمات والمشاريع. المشروع الأول اللي هو مشروع المنصة في مكة للبلاتفورم، وهذه فكرتها بناء المشاعر المقدسة بجميع تفاصيلها 3D، وإتاحة الإمكانية لأي مستخدم عبر أي جهاز سواء موبايل أو بي سي أو حتى البلاي ستيشن، من خلاله يستطيع أنه يأخذ جولة كاملة على المشاعر المقدسة، وأيضا يحصل على التدريب من خلال AI اللي هو الذكاء الاصطناعي، أو عبر السوشيال ميديا من خلال شخصيات حقيقية يتيح لها البرنامج التواصل صوتيا ونصيا. المرحلة الثانية مرحلة VR. VR طبعا أو النظارات الأوكولس اللي هو تقنيات الجيروسكوب، هذه تسمح لك أنك تعيش الواقع الافتراضي كما يعني الحقيقة أو يزيد حتى، لأنه في خلال التقنية هذه إمكانات الوصول إلى أماكن يصعب حتى الحاج يصل إليها في وضع الزحمة ووضع الحقيقي، هنا يقدر يأخذ يعني وقته في التفاصيل ويقدر يتجول بجميع أيضا المناطق اللي غطيناها في المشروع، وهذا تعطيه اللي هو 360 درجة مع أيضا
الانتر اكتيفيتي او التفاعل مع المكان. المشروع الثالث اللي هو النظارات مع الجهاز المشي، فانت حقيقه يعني تستطيع انك تعمل سيميليشن كامل او محاكاه كامله عبر الجهاز النظارات زي الاوكولوس او الشركات اللي تنتج هذه الاجهزه مع جهاز اخر يتيح لك عمليه المشي. فالانتجريشن ما بين التطبيقات هذه كلها يتيح لك سيميليشن كامل باذن الله تعالى يعطيك تصور يعني يكاد يكون يلامس الحقيقه. لكن ما يميز هاكاثون الحج الذي قامت بتنظيمه المملكة العربية السعودية هو استقطابه لمطورين من الجنسين من 51 دولة في العالم، حيث تجاوز عدد المسجلين 20,000 شخص. تم اختيار ما يناهز 3,000 منهم من أجل تذليل الصعاب لخدمة ضيوف الرحمن، حيث أن أكثر من 3 ملايين حاج يفدون كل سنة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ما يشكل تحديات كبيرة في عدة محاور التي طرحها الهاكاثون وفتح فيها باب المنافسة لإيجاد حلول تقنية مبتكرة. أولاً أنا أحب أوجه رسالة شكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على فعلاً هذا الملتقى العالمي للمبدعين والتقنيين، وفعلياً بيسهم هذا الهاكاثون في تطوير الحج وفي مستقبل الحج، وما رأيناه من تطور ملحوظ مسبقا يدل على رؤية وعلى توجه بأننا بإذن الله تعالى سنصل إلى أفضل من الموجود حاليا، وراح نتطور بشكل ملحوظ بإذن الله تعالى. وأنا أظن المملكة أكثر من يستثمر في التنظيم وفي التطوير في هذا المجال، وما أظن أنه في نموذج أفضل من النموذج هذا. وتشمل المنافسة في هاكاثون الحج قطاعات الأغذية والمشروبات والصحة العامة والحلول المالية والمواصلات وإدارة الحشود والتحكم في حركة المرور وترتيبات السفر والإقامة وإدارة النفايات والمخلفات والإسكان وحلول التواصل. طبعا الهاكاثون بشكل عام هو مسابقة تهدف إلى حل تحدي معين. ما يميز الهاكاثون هذا في المملكة العربية السعودية أن التحديات هذه تمس جميع المسلمين، وهي تسهيل عملية الحج. طبعا عرفنا 8 تحديات يواجهها الحجيج، منها إدارة النفايات، منها إدارة الحشود إلى آخره. الهدف من هذه المشاركة الحقيقة تعريف الإخوان، ما شاء الله الإقبال اللي حاصل على الهاكاثون، آلاف المشاركين وآلاف المهتمين وتغطية ما شاء الله يعني ما هي بسيطة، تعريفهم بالجهود اللي مبذولة في المملكة العربية السعودية وتقنيات موجودة هنا في المملكة العربية السعودية، اللي نتمنى من المشاركين أنه يعني إذا كان عندهم يعني مساهمة تكون تأخذ العمل هذا إلى ما بعد ما وصلنا إليه، لأن احنا في هذا الموضوع تقنيا من فضل رب العالمين في جانب الفي آر متقدمين جدا جدا. شهدت هذه النسخة التي تعد النسخة الأولى من هاكاثون الحج مشاركة عبقري التكنولوجيا ستيف ووزنياك أحد مؤسسي شركة أبل، وجيمي ويلز أحد مؤسسي موقع ويكيبيديا، كما قامت شركة جوجل بدعم الفعالية من خلال إقامة العديد من الورش التدريبية المميزة للمشاركين. ومع العدد الضخم من المشاركين في هذا الحدث، بات هاكاثون الحج أكبر حدث تقني يجتمع فيه هذا العدد من المبرمجين، ما يخوله لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكل جدارة، كاسراً بذلك الرقم القياسي الأسبق لأكبر هاكاثون في العالم، والذي حققته الهند في عام 2012، وليتحول الحديث بهذا الإنجاز عن مواكبة العصر إلى الحديث عن الصدارة والأرقام القياسية التي تثبت أن المملكة أرض للطموحات قادرة على الإنجاز والإعجاز، وأن جملة لا مكان لغير الحالمين تجاوزت حيز التعبير اللفظي وأضحت واقعا نلامسه على أرض الواقع ودرجة نرتقي عليها لتحقيق الرؤية. هذا يقرأ يعني بإجلال بإكبار القائمين على الاتحاد السعودي للأمن السبراني، يعني قدموا اليوم ما يواكب الرؤية التي خططها سمو الأمير محمد بن سلمان. هذا الحدث يعني رأينا فيه نخب عالمية
مجيء هذه النخب العالمية اعتراف صريح لدور المملكة في قضية أنها يعني لا أحد كف أن يدير الحج إلا بلادنا. ثلاثة أيام من الجهد والتركيز كانت عالم البرمجيات ميداناً لها، تكونت فيها الفرق مع بداية اليوم الأول، واحتدمت المنافسة فيها على مدار ثلاثة أيام بلياليهن بين 90 فريقاً، تأهل منها 10 فرق للعروض النهائية وعشرة أخرى للحصول على جوائز إضافية كلها تنصب في خدمة الحج. الهاكاثون فكرة جميلة، اللي هو فكرته تجمع الشباب كله وتجيب طاقتهم كلها تحاول تحل مشاكل فعلا موجودة في المجتمع، فاللي احنا نجيبها ونحطها على مشكلة كبيرة زي الحج وحاجة أساسية في مجتمعنا وحاجة مهمة جدا في الدين الإسلامي، فاللي احنا نحاول نطورها ونخليها أسهل كمان على الحجاج ونحاول نخلي الأمور أسهل كتير، حاجة جميلة جدا. كل الناس الموجودين هنا يعني بيحاولوا يحلوها بطرق مختلفة، هذه الجمال فيها كيف نستعمل التكنولوجيا باللي احنا نحاول على قد ما نقدر نخلي الناس عليهم سهلة. شايف ان هو فرصة مهمة جدا للعقول المتميزة في العالم العربي ان هي تتجمع. احنا تقريبا عندنا اكتر من 3000 مشترك وعدد تقريبا 100 حكم وناصح، فهي فرصة كويسة للعقول كتير تتجمع مع بعضها وتحاول تعمل حاجة لتقريبا واحد من اكبر التجمعات البشرية اللي بتحصل في مدينة واحدة على مستوى العالم يعني. فاتمنى فعلا ان هم يطلعوا بمشاريع تقدر تفيد الناس. انا اظن هو كده كده حاجة مهمة جدا، هو ده الترند اللي ماشي في العالم كله، ومهم ان احنا يبقى لينا دور على مستوى العالم العربي في ان الحاجات ده هي تتم في حاجات ليها علاقه بحياتنا بدياناتنا بحضارتنا يعني. مشاريع مختلفه ومشاركون من جميع دول العالم، توقفنا معهم لنسالهم عن مشاريعهم وعن انطباعاتهم عن هاكاثون الحج. وبالحديث عن المشاريع والفرق والتنافس، دعونا نتوقف قليلاً مع التحكيم والمحكمين وآلية ومعايير ومراحل التحكيم. تخضع عملية اختيار المحكمين والمرشدين لعدة عوامل، أهمها مؤهلاتهم وخبراتهم وأعمالهم التطوعية، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك مجموعة من المحكمين والمرشدين من مختلف دول العالم. طبعا التحكيم في هذا الهاكاثون على معايير عديدة، منها التصميم يكون سلس وسهل، منها البساطة لأن الحج بطبيعته بسيط، الإنسان يتجرد من ملابسه وكذا، فيكون البساطة هي جزء من هذا. الأثر أنه يمس تقريبا جميع شريحة الحجاج لمعالجة هذه التحديات، والأخير هو الابتكار، فكرة جديدة يتم توظيف التكنولوجيا فيها لحل هذه التحديات الحجيج. بناء على هذه الأربع معايير سيتم إن شاء الله اختيار الفائز. وفقاً للمعايير السابقة وضمن المرحلة الأولى من التحكيم، تم تقييم نحو 700 مشروع اختير منها 90 مشروعاً، تتأهل منها 10 للعروض النهائية وعشرة أخرى للحصول على جوائز إضافية. التجربة كانت جدا غنية، استفدنا الكثير. يكفي ان احنا جلسنا مع 3000 مبرمج خلال 3 أيام. طبعا الحمد لله حققنا نتائج طيبة، تأهلنا من ضمن 90 فريق من 800 فريق كانوا مشاركين. حاولنا أن نتعلم كل شيء، نستفيد من كل شيء. الحمد لله شاركنا مع أخواننا السعوديين في الريكورد اللي حققوه، فالحمد لله قدرنا نحقق للخليج الريكورد في موسوعة جينيس الحمد لله رب العالمين. فعالية رائعة، فرصة جميلة جدا انك تشوف مبرمجين من حولين العالم كلهم يجوا السعودية خصيصا ولخدمة حجاج بيت الله الحرام، شيء لا يعقل. من صرنا يومين ما ننام يعني، لو نروح ننام ابو ساعة ونرجع نكمل كودينج وبروجرامينج. وهدف سامي انه نحن بس نحط انه كيف نخلي الحج احسن، كيف نخلي الحجاج اريح، كيف نخلي السعوديه تساعد يعني خدمه بيت الله الحرام. فكانت تجربه مهوله، وحجم الهاكاثون غير معقول، 3000 4000 شخص كلهم
كودينج وبروجرامينج سوليوشنز، ابداع رهيب، كانت تجربه جدا رائعه. تجربة جدا فريدة من نوعها صراحة. يشكر عليها الاتحاد السعودي الأمن السبراني والبرمجة والدرونز أنه يجمع هذه النخبة من جميع مختلف أصقاع الأرض للمشاركة في إيجاد حلول تقنية للمشاكل التي تواجه الحجيج. ما هو أبرز الشيء لفت انتباهك في هذه المسابقة؟ وتكاتف الجميع لخدمة الحجيج بكل في مجاله، التقنية، البرمجي، التصميم، ريادة الأعمال أيضا، كلهم وجدوا يعني تواجدوا هنا والتحموا كيد واحدة لإيجاد حلول لخدمة الحجيج. والله تجربة عظيمة جدا جدا، يعني احنا تعرفنا على اخواتنا من كل البلدان العربية تقريبا، والناس كلها متعاونة مع بعض، والمنظمين صراحة ما فيش حاجة احتاجناها وطلبناها منهم الا وجدوها. يعني والله تجربة ممتازة جدا، احنا بقالنا 3 ايام، يعني اول يوم قعدنا 12 ساعة من البروجرامينج وبنبرمج الشيء اللي هيخدم الحجاج، تجربة ممتازة. مضى الوقت سريعا واقتربت ساعة الصفر، 10 فرق تعتلي المنصة تتحدث عن مشاريعها، الأمل يحدوها بقطف إحدى الجوائز المرصودة التي تقدر بمليوني ريال سعودي، تتوزع بين المركز الأول بمقدار 1,000,000 ريال، والمركز الثاني بمقدار 500,000 ريال، والمركز الثالث بمقدار 350,000 ريال، وجائزة التميز بمقدار 150,000 ريال. طبعا انا كان لي خبره اكثر في الهاكاثونات، هذا مو اول هاكاثون لي، لكن بشكل عام هو افضل هاكاثون انا شاركت فيه الى الان، من ناحيه التنظيم، من ناحيه المساهمات، من ناحيه المينترز وخبرتهم، وايضا المعلومات اللي تقدمت يعني بشكل كبير، هي كان افضل هاكاثون مر علي الى الان، وصراحه خطوه تحسب بشكل كبير للمنظمين والقائمين عليه. هاكاثون الحج اعتقد انه يعني من افضل الهاكاثونات اللي صراحه قد شاركت فيها، وهو صراحة يعني حاجة عالمية مش فقط محلية، يعني نتكلم عن أكثر من 1,000 مشارك جاي من خارج منطقة، من خارج المملكة العربية السعودية، ويخدم أكبر غاية، يعني كل واحد يعني ودي يكون له بصمة فيها، خاصة أنه الحج يعني حاجة يعني للأبد راح تكون متواجدة، فالأثر حقك ما راح يكون سنة أو سنتين، ممكن تغير حاجة تأثر بملايين ومليارات الحجاج على مدى السنوات القادمة. في اليوم الثالث والأخير من هاكاثون الحج ينتهي الوقت المحدد للهاكاثون، وتنتهي أيضا لجنة التحكيم من التقييم النهائي، ويعلن الفائز بالمركز الأول تطبيق ترجمان من المملكة العربية السعودية، فيما نال تطبيق محفظة الحاج المركز الثاني، وحصل تطبيق رؤى على المركز الثالث وجائزة، فيما نال فريق التميز في هاكاثون الحج وتطبيقه في إدارة المخيمات الإلكترونية على جائزة التميز وقدرها 150,000 ريال. الفريق الحاصل على 1,000,000 ريال سعودي والفائز بالمركز الأول هو فريق ترجمان، الفريق الحاصل على المركز الأول. تفضلوا معنا هنا الفريق الحاصل على المركز الأول 1,000,000 ريال سعودي. الفريق الحاصل على المركز الأول 1,000,000 ريال سعودي في هاكاثون الحج، أكبر هاكاثون في العالم، لحظة تاريخية، لحظة لا تنسى، أكثر من 4,000 مشترك يصل هذا الفريق، فريق ترجمان، إلى اللحظة النهائية وإلى المركز الأول 1,000,000 ريال سعودي.
جهودنا الحمد لله بفضل الله طبعا اولا وبتعاون الفريق وجهودنا، والحمد لله حققنا، راعينا اللي كانوا حاطينها الكاتيجوريز حقت التقييم، انه يكون بسيط، انه يكون ذو اثر للحجاج، والحمد لله تحققت انه كان بسيط وذو اثر. لم تكن المراكز الثلاثة هي فقط الفائزة، بل الجميع كان فائزا في هاكاثون الحج، حيث أعلن بنك التنمية الاجتماعية تخصيص مبلغ 30 مليون ريال للمشاريع الريادية. كما أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية عن دورة مصممة خصيصاً لتطوير نحو 50 مشروعاً من مخرجات الهاكاثون تعقد بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز، تمتد فترتها إلى 100 يوم تشمل تمويل تلك المشاريع في مراحلها الأولى وتقديم الساعات الاستشارية في خدمات تطوير الأعمال والاستشارات القانونية والمالية. هكذا انتهى هاكاثون الحج بعد أن وضع إمضاءه في سجلات العالم، وأوصل رسالة مفادها أن المملكة تنتقل لعهد جديد ليس لطموحه حدود، بل طموح يعانق عنان السماء، نفتح فيه الأبواب ونجمع فيه العقول لتبدع وتنشر علما ينتفع به ليخدم أعظم أركان الإسلام، منطلقا من رؤية طموحة، رؤية المملكة 2030.